السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبيبي دي رسالة الملائكة ليكم النهاردة، الرسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك، بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت. ورسالة النهاردة جاية بتقول انك متوتر بعض الشيء، في اشياء انت متوتر منها، في دوشة، في ضجة حواليك، في حاجة كده تعبتك من جواك نفسيا، خليتك مش قادر تركز، صوتك بقى عالي، بقيت تتنرفز بسرعة، في توتر. في كمان اكتر من 3 حاجات انت متوتر منها بتعصبك بتنرفزك. الرسالة بتقول اطلع من الطاقة دي خالص، حاول انك تتوازن، حاول انك تتناغم مع حياتك، تتناغم مع الكون، حاول انك تدور على الحكمة في حياتك، ما تحاولش انك كل شيء تاخدها على اعصابك، ما تحاولش انك تتنرفز يعني باقل شيء. لو انت حاسس بوحدة اخرج من الوحدة دي، لو انت حاسس انك مش قادر انك تتوازن في البيت في العائلة، حاول انك تتوازن في امورك خارجا، يعني اخرج اتمشى، اعمل اي حاجة حرك بيها جسمك، خلي شاكراتك ان هي تتعدل. عايزة اقولك اني في هنا عدم توازن في الشاكرات عندك، يعني عايزة تتوازن ولكن انت مش مدي الفرصة دي للتوازن، جسمك وتوازن صحتك، في هنا اهمال في حاجات كتيرة في نفسك، انت لازم تتوازن. طب التوازن هيجي من ايه؟ اول شيء تتواصل مع الله، تواصل بوضوح مع الله، اقعد واتكلم مع ربنا بعفوية علشان تقدر تتواصل وتعدل ذاكرات جسمك. تاني شيء بيعدل التوازن الاستغفار، كثرة الاستغفار والشكر والامتنان لكل نعم ربنا عليك، واضح انك داخل على نعمة كبيرة قوي وفضل من الله قريبة جدا، ان شاء الله حياتك هتتعدل. كمان رسالة بتقولك استشر ما هو اعقل واكثر حكمة، ابحث عن مرشد روحي واتبع علامات الكون، علشان واضح ان الملائكة بتبعت لك اشياء كتير في الاعتدال، بتبعت لك حاجات كتير تاخد بالك منها علشان يعني تتعدل شاكراتك وتنعدل حياتك، لانك واضح انك بتخاف من شيء، في حاجة هنا، في خوف، ممكن عندك خوف من التقدم في شيء، عندك خوف من انك تدخل في حاجة، ممكن انت خايف ان الحاجة دي ما تنجحش، اذا كانت علاقة او مشروع او حتى شيء انت بتفكر تعمله خايف منه. ما تنكرش ذاتك، ما تنكرش قدرتك على فعل الشيء، انت تقدر تتخلص من خوفك ده وتقدر باذن الله تكون افضل بكل شيء، مجرد ما انت تتصل مع الله وتشكر وتمتن وتستغفر بكثرة. هيجي لك الاعتدال، الوضع هيتحسن بكل إيجابية، في كمان هيتحسن علاقات للأفضل، في حاجات عندكم هيحصل فيها اعتدال، بس محتاج المشورة والحكمة، محتاج انك تتبع علامات الكون، ومحتاج مرشد روحي، انت محتاج مرشد ومحتاج تتوازن، محتاج تخرج من التوتر اللي انت عايش فيه ده، واضح انك انسان تعبان من جواك، واضح ان رسالة الاتزان والاعتدال بتكرر اكتر من مرة، انك لازم تتزن وتتوازن وتعتدل. اعمل كده خطة لنفسك يومية، انك هتعمل كذا الصبح، هتعمل كذا اخر النهار، هتعمل كذا بالليل. لو مشيت على الخطة اللي انت عملتها دي ونفذتها باذن الله، حتى ظاهر برج الميزان يعني معنى كده برضو بيعني ساعات التوازن، يعني لما يتكتب كلمة الميزان برضو بيعني ميزان العدل، بيعني اتزان في أمور حياتك. هو فيه هنا رسالة الملائكة ليك بإنك تحاول إنك توازن بين كل شيء، وازن بين الروحانيات، وازن بين قربك من ربنا، وازن بين عملك، بين أطفالك، بين بيتك، فيه هنا التزام، جاي لك رسالة بإنك لازم تلتزم وتنضبط،
في هنا رسالة بتقول ارجع لما كنت عليه، إياك أن تهمل ولا تهجر القرآن. معنى كده إن في ناس عندكم بعدت شوية، ممكن بسبب بقى العيد، بسبب الحاجات اللي كانت معاكم، الطاقات السلبية، في ناس هنا بعدت. لازم ترجع زي ما كنت في القرآن، بتقرأ جزء، بتقرأ اتنين، بتقرأ أوراد معينة، ارجع لما كنت عليه، لأن الرسالة بتقول لك إياك أن تهجر القرآن، ارجع لما كنت عليه. معنى كده رسالة قوية. وفي كمان الميزان ظاهر، يعني كلمة ميزان تعني التوازن برضو، تعني برج الميزان، تعني برضو إنك في اعتدال هيكون في أمورك أو توازن قريبا. لو أنت اتزنت، يعني لو أنت دورت على مرشد روحي، حاولت إنك تبعد عن التوتر، فهيحصل بقى الميزان. برضو كلمة ميزان بتعني لو جات لك زي كده، تعرف إن هي بتعني برضو ان ربنا هيضع الميزان في حياتك، يعني هيجيب لك حقك من اشخاص ظلموك باذن الله، وهيحصل توازن، توازن كبير، بس بقربك من ربنا. الرسالة بتنص على الاتصال مع ربنا، الدعاء، ترفع ايدك لله، تقعد على المصلية، تناجي الله، الشكر والامتنان، الاعتدال، التوازن. واضح ان في ناس كتير في المجموعة اللي بتسمعني دلوقتي متوترة جدا، وبعدت شوية عن القرآن، او مثلا جابت صلاة على صلاة، ممكن سابت ورد واخدت حاجة بسيطة، ورد بسيط. هي رسالة بتقول لك ارجع لما كنت عليه. واضح ان انت كنت ماشي على حاجة كانت موازنة لك امور حياتك، او كنت داخل على اتزان كويس، بس انت اهملتها، فالاتزان ده ابتدى يختل شوية معاك، وتختل أمور حياتك، فبالتالي بتحصل التوتر، بيحصل العصبية، بتحصل إنك كمان مشاكل في البيت، مشاكل زوجية عائلية، بتحصل كده خلافات، لأن خلاص بقى الواحد بيبعد شوية، القرين بيبتدي يتدخل، خلاص انت بعدت بقى، انت مش مسيطر عليا، فأنا هعمل إيه؟ هقلب لك حياتك رأسا على عقب. هو ده القرين. ما قرأت سورة الجن يوميا بعد صلاة العشاء، أنا هسيطر عليك. تركت الأوراد بتاعتك، هو بيبتدي بقى يسيطر، لان القرين ده لازم يتسيطر عليه يوميا بسورة الجن بعد صلاة العشاء. واضح كمان انك معاك ملائكة لها وزنها، يعني ما شاء الله عندك نورانيات علوية، انت معاك ملائكة بترشدك بطريقة كبيرة، مش اي ملائكة بقى معاك، يعني ممكن الملائكة الوزراء، الملائكة اللي تبقى مثلا كل ملاك ليه ملايكة وزراء تحت ايده، ملايكة شغالة تحت ايد الملائكة الكبار، فانت معاك الكبار اصلا، يعني انت معاك كبار الملائكة، ما شاء الله يعني روحانيتك عالية جدا، ابتديت تتصل بكبار الملائكة، يعني هم اللي عايزين يرشدوك بقى، هم اللي عايزين يرشدوك. ده طبعا بأمر من ربنا، ربنا ما بيرسلش الملائكة اللي ليهم وزنهم دول إلا لأشخاص معينة ربنا راضي عنهم بإذن الله في كل شيء. فأبشر يا صاحب رسالة، عندك كمان فكر شاغل بالك، بتشوف الريشة السودة في طريقك. عارف معنى الريشة السودة إيه؟ أول شيء حماية من الملائكة. شوفوا فيديو الريش هتستفيدوا. كمان معناها انك تصحبك كبار الملائكة، يعني معك صحبة صالحة من كبار الملائكة والروحانيات العلوية. لازم تقدر نفسك، لازم تاخد بالك انك شخص مميز ومعك روحانيات مميزة. انت شخص كده سبحان الله مش موجود كتير في العالم اللي احنا فيه، يعني تعرفوا الناس اللي بتسمع الفيديو ده او المجموعة اللي بتسمع الفيديو دي، حتى لو قلوا فات ما هي مش زي الملايين. شوف انت بقى كم الف في كم مليون روحانياتهم مميزة، انت الشخص ده، انت مميز. قدر نفسك واعرف انك مخلوق عظيم من خالق اعظم، ربنا بيحبك، ربنا بعت لك الملائكة علشان ترشدك. ما تستهونش ابدا بالقدرة اللي عندك، انت قادر انك تفعل المستحيل بفضل ربنا وفضل حب ربنا ليك، فلا تيأس، ان الله معك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.